Hello everyone and Merry Christmas and Happy Holidays. احتفلت الانتفاضة في جميع أنحاء إيران بيومها 101 بعد اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الليلية من قبل الناس في جميع مناحي الحياة في المدن المنتفضة في جميع أنحاء البلاد. وتحدى المتظاهرون برد الشتاء القارس وتساقط الثلوج في العديد من المدن بما في ذلك طهران ومشهد وسنندج وأصفهان وبندر عباس وغيرها، لإطلاق احتجاجات مناهضة للنظام بشعارات مثل الموت لخامنئي والموت للديكتاتور في إشارة مباشرة إلى المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي. وفي مهابات شمال غرب إيران وصل السكان المحليون الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد النظام وأقاموا حواجز على الطرق. علي خامنئي In Mahabad, northwest Iran, locals continued the nationwide protest against the regime and established roadblocks. وفي بندر أنزلي شمال إيران استهدف المتظاهرون موقعا محليا لوحدات البسيج بالعسكرية التابعة لحرس الملالي بزجاجات حارقة في الساعات الأولى بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي. Hours after midnight local time. وفي بوكان شمال غرب إيران تجمع السكان المحليون لإحياء الذكرى 40 لاستشهاد المتظاهرين على أيدي قوات الأمن القمعية التابعة للنظام وهتفوا الموت لخامنئي، كما أقام المتظاهرون حواجز على الطرق لمنع مرور قوات الأمن القمعية ورفع روح المتظاهرين ضد النظام وهتفوا الشهداء لا يموتون. They chanted martyrs don't die. In Isfahan, central Iran, protesters. وفي أصفهان بوسط إيران أضرم محتجون النار في ملصق كبير للقائد السابق لفيلق القدس التابع لحرس الملالي قاسم سليماني. وفي طهران قاطع طلاب جامعة شريف في العاصمة فصولهم الدراسية وعقدوا تجمعا لدعم الثورة الإيرانية المستمرة. Support of the ongoing revolution in Iran. وبالقرب من كامياران غرب إيران تجمع السكان المحليون لإحياء الذكرى 40 لاستشهاد برهان كرامي على يد قوات الأمن التابعة للنظام، وسرعان ما تحول التجمع إلى مشاهد احتجاجية مناهضة للنظام. وفي خميني الشهر محافظة إصفهان وسط إيران استهدف المتظاهرون باستخدام زجاجات المولوتوف موقعا محليا لموقع البسيج شبه العسكري التابع لحرس الملالي. In Ahvaz, southwest Iran. وفي الأهواز جنوب غرب إيران استهدف المتظاهرون قاعدة لقوات البسيج شبه العسكرية التابعة للنظام باستخدام قنابل المولوتوف. وفي الليلة الماضية في ساوي وسط إيران هجم المتظاهرون قاعدة محلية لوحدات البسيج شبه العسكرية التابعة للنظام.